أكثر على تفاصيل التطورات الميدانية وإلى أي مدى ستستمر العملية العسكرية. ينضم إلينا الصحفي والكاتب والباحث السياسي حسن الدر. مساء الخير أستاذ حسن. مساء النور. أستاذ حسن، يعني إلى أين ستؤول هذه العملية العسكرية، وهل تتوقع أن تكون سريعة كما يتوقع كثر؟ إن العملية بدأت منذ ساعات وما زالت في بدايتها ولم تحقق أهدافها كما أعلن الروس أنفسهم، ولا أحد يعرف إلى الآن مدى العملية، إلى أي مدى ستستمر، هل ستشمل كل أوكرانيا أم فقط الحدود المتاخمة لروسيا، هي مصدر الإشكال الأساسي والصراع الأساسي مع الغرب ومع الحكومة الأوكرانية الحالية. هل الموضوع بحاجة إلى ترقيق أكثر وبحاجة إلى انتظار أكثر، لأن الأمور كما قلت ما زالت في بدايتها والحرب ما زالت في بدايتها، طيب ولا يمكن لأحد أن يتوقع هذا الموضوع حاليا. نعم، طيب ماذا عن التهديدات الغربية التي لطالما طاولت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ يبدو أنه لم يأبه لها. لو كانت جدية ولو كانت التهديدات الغربية حقيقية سمعنا منذ أكثر من شهر أن الغرب بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص تحذر من كما سموه غزو روسي لأوكرانيا، ولكن يعني لم يتخذ الغرب أي إجراءات لمنع أو لردع روسيا عن هذا الموضوع. ما كما نسمع اليوم، يعني حلف الناتو سيعقد غدا اجتماعا عبر الإنترنت يعني عن بعد زوم، نعم. لمناقشة حرب تحصل اليوم بالحديد والنار. فهذا التردد الغربي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص والأمريكي أيضا والتراجع طمأن الروسي أكثر وطمأن بوتين أكثر وأعطاه هذه الحيوية في وهذا يعني الاندفاع للتوجه من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يراه كما يعتبر المحللون الروس وأيضا بوتين نفسه بأكثر من تصريح وأكثر من خطاب، قال إنه الناتو والغرب يهدد أمن روسيا الاستراتيجي عبر أوكرانيا، وهو لن يسكت عن هذا الأمر ويعتبر إنه هذا موضوع استراتيجي وحيوي ولا يمكن لروسيا أن تسكت عنه، وهذا ما فعله. فإذا أقصى ما يمكن أن يفعله الغرب والناتو هو العقوبات التي يصرحون عنها، وهي العقوبات قائمة ولم تجدي نفعا لا مع الصين ولا مع إيران ولا مع روسيا نفسها. أستاذ حسن، يعني في وقت سابق تحدثت معلومات عن إمكان أن تكون هناك قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي نظيره الأمريكي جو بايدن. ما المعلومات حول هذا الموضوع؟ وهل بعد من الممكن بعد إعلان الحرب أن تعقد هذه القمة؟ لا يمكن أن تعقد هذه القمة في ظل الحرب قبل انتهاء العملية العسكرية الروسية وقبل وضع الحرب أوزارها كما يقولون. اليوم سيلقي الرئيس بايدن سيواجه كلمة للأمريكيين، وسقف هذه الكلمة كما يقول معلقون أمريكيون أنه سيدعم دعم معنوي ودعم إنساني لأوكرانيا إضافة إلى حزمة عقوبات على روسيا. أما أن تعقد قمة في هذه الأثناء لا أعتقد ذلك قبل اتضاح الصورة بشكل كامل وقبل اتضاح مدى العملية العسكرية، هل ستشمل كما قلنا قبل قليل كل أوكرانيا أم فقط المناطق المتاخمة لروسيا؟ نعم، لأنه في هناك معلومات تحدثت عن دخول القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن طبعا لا تزال بعد تعرف حضرتك المعلومات ترد، ولكن أمور هي غير معلومة غير دقيقة. ليس هناك معلومات كما تفضلت دقيقة ورسمية إلى الآن. نعم هناك صح. حديث عن والإعلام الأوكراني يعني يتعمد الجمع إذا بدك بين الانفصاليين وبين الجيش الروسي، عندما أعلن عن مقتل 50 جندي روسي كما قال صباحا هن من الانفصاليين، انه روسيا نفت ذلك، فقد يكون هناك انفصاليون. والمتوقع يعني كما قرات قبل قليل واحد من الامور التي دفعت الرئيس الاوكراني الى اعلان حاله الطوارئ هو منع اي احتجاجات في كييف وفي غيرها من المدن الكبرى، لانه واحده من الاهداف التي يريدها الروسي من هذه العمليه هي اسقاط النظام الحالي الذي يعتبر معادي بشكل صريح للحكومه الروسيه ولروسيا، وهذه اذا حصلت ايضا ستقلب وتخلط الاوراق بشكل كبير جدا. هل دخلت القوات الروسيه فعلا الى كييف؟ فلننتظر ونرى، واذا كان فعلا حصل ذلك هذا يعني أن الأمور يعني روسيا ذاهبة إلى آخر الخط في هذا المجال، وهي تعتمد بالأساس على الانكفاء الأوروبية وعلى التردد الأمريكي، وكما قال أحدهم
الرئيس الروسي بوتين يصنع التاريخ والرئيس بايدن تحول إلى معلق سياسي على ما يفعله الروس، وهذا أيضا يفسر كما قالوا يعني كما كتب كثيرا في المرحلة السابقة أن هناك عالم جديد ينبثق، عالم متعدد الأقطاب يغطي الفراغات الكبيرة التي خلفها الأحادية الأمريكية على مدى 30 عاما منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991. لم تستطع أمريكا وحدها قيادة هذا العالم وإدارة هذا العالم بالطريقة التي تؤمن الاستقرار التام، وهذا الذي حصل اليوم قد يفتح أيضا شهية الصين باتجاه تايوان، وكما نعلم جميعا أيضا الصين تعتبر تايوان جزء صحيح. من أراضيها، كما أن روسيا وبوتين أكثر من مرة قال أنه كييف هي بالأساس أو أوكرانيا هي جزء من روسيا الكبرى وانفصلت بنتيجة ما حصل بعد 91 وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فإذا العالم كله اليوم بانتظار هذه العملية العسكرية الكبرى التي قادها الرئيس الروسي، ولا أحد يمكنه أن يتكهن بنتائجها النهائية قبل أن يعلن الرئيس الروسي نفسه انتهاء اطلاق. نعم، شكرا لك الأستاذ حسن الدر، أهلا وسهلا فيك، وشكرا لك على هذه المداخلة.